والحمد لله هذا الحجر راه داز وحنا التجاره ديالنا والنشاط ديالنا متوقف تماما، لانه حتى قبل من الحجر الصحي مع بدايه السنه كانوا ديجا بداو العلامات ديال الركود ديال القطاع السياحي لا الوطني لا العالمي، لان حنا مرتبطين ارتباط وثيق مع حركه السياحه العالميه. كانوا ديجا بعض المطارات تسدوا، كان العدد ديال السياح بدا كيقلال، عدد الطائرات الوافده على المغرب بداو كيقلالوا، يعني حنا حسينا بالازمه قبل ما ندخلوا في الحجر الصحي. ملي جا الحجر الصحي راه كانت بمثابة الضربه قاضيه لهذا القطاع، لان الاغلبيه ديال الشركات وما يقدر من 90% من السيارات ولا حاضره السيارات اللي تابعه لوكالات تاجير السيارات كانت متوقفه تماما. اكبر التجاريات كما قلت لك انهم ما بقاوش لي كليون، لان كما قلت لك كما كاين السياح الاجانب ما بقاوش كيجيو، حتى الحركه الداخليه في المغرب كانت متوقفه، يعني الناس ما بقاوش كيحتاجوا السيارات، وحتى اللي عندهم السيارات كانوا في ازمه، يعني حتى لي كليون ديالهم كانوا في ازمه ما كانوش كيخلصوا. يعني حنا حتى في لي كا ديال لي زامبي لي كليون اللي باقي عندهم عدد السيارات اللي هو قليل ما كيخلصوش والسيارات متوقفين. للاسف بالنسبه للشركات الصغرى المتوسطه اللي حنا حنا الاغلبيه ديال القطاع، قلنا 95% من القطاع ديال قطاع تجير السيارات وشركات صغيره وجد صغيره ما استفدتش من هذوك المساعدات ديال الدوله، واصلا حنا كشركات مواطنه ما طلبناش واحد الدعم مباشر، بالعكس الاخوان هما في الجمعيات ديالنا هما اللي قدموا دعم بالصندوق اللي حدته صاحب الجلاله اللي هو صندوق تدبير جائحه الكوفيد 2019. حنا ما كناش كنطلبوا دعم مباشر، حنا الدعم اللي كنا كنطلبوا من الدوله هي انها دير ضغط على بنك المغرب، وبنك المغرب تا يدير ضغط على هاد لي زورغانيزم دو كريدي انهم يلقاو حلول لهاد الناس هادو ويديروا لهم تسجيل ديال القروض ديالهم بدون فوائد. للاسف التامين لم نجد اذانا صاغيه نهائيا في ملف ديال التامين، يعني شركات ربما بعيده على الواقع ديالنا ما استجبتش، الحظيره ديال السيارات ديالنا كانت واقفه، يعني خلصنا وحنا كنخلصوا باقي كيطيحوا لنا الاقساط ديال شركه التامين كنديوها، وكاين الناس اللي ما قدروش يديوها، ومع ذلك باقي ما لقاوش لنا هما الحل. على الاقل قلت لك هذا القطاع هذا يخصو واحد السنه باش يعاود يديماري، لان راه الازمه راه حنا اللي حسينا بها اكثر، والاثار ديالها مازال غتازم من بعد الحجر الصحي، ومن الان بدات البوادي ديال بعض الشركات اللي قربت تعلن الافلاس ديالها. وان شاء الله من اجل اعاده احياء هذا القطاع هذا عندنا مطالب اللي هي مهمة، إلا كانت الدولة مهتمة بأن هذا القطاع يرجع الحيوية ديالو ويساعد النسيج الاقتصاد الوطني كامل، لأن هذا القطاع هذا مرتبط بقطاعات كثيرة. على سبيل المثال لا الحصر كاين قطاع ديال بيع السيارات، كاين قطاع ديال التأمينات، كاين قطاع ديال التمويل، والقطاع ديال قطاع الغيار والعجلات. حنا كنطالبوا أن الدولة تفكر في إطار مثلا القانون الحديث اللي داير الآن ديال القانون التعديلي لقانون المالية، أنها تكون إعفاءات مهمة لهذا القطاع باش نعاونوه أنه ينطلق انطلاقة جيدة السنة المقبلة. ما كرهناش أنها تكون سنة بيضاء، أن يكون إعفاءات أيضا على مستوى لا سي إن إس إس باش نعاونوا هذا القطاع هذا، وما كرهناش يكونوا حتى قروض بدون فوائد تكون دعمها الدولة باش نساعدوا هاد الشركات هادو يعاودوا ينطلقوا واحد الانطلاقة صحيحة في انتظار أن السياحة العالمية ترجع الحركة العادية ديالها.